يعني صراحه يعني استفزني جدا العنوان. انا فقط اسال سؤال عن الذي كتب عنوان الحلقه اللي الخطوه تبدا بالسوداني او الالف ميل تبدا بالسوداني. اليوم الالف ميل تبدا بالخطوه، واحنا لا نقبل ان يكون محمد السوداني كخطوه. اليوم محمد السوداني ننظر له او نراه كراس على جسد. اليوم الاطار التنسيقي والشيعه بصوره عامه، البيت الشيعي ينظر الى محمد السوداني هو الان المقدمه ونحن خلفه، يمثل حكومه ويمثل الشيعه ويمثل العراق بصوره عامه. فارجو منكم ان تغيرون اولا هذا العنوان. اولا قبل انا اتعاطف مع ما تذكر يا سيد علي، كل الاشياء تبدا بخطوه. لا لا لا، والخطوه لا تعني انتقاصا. الخطوه تقاس بالقدم استاذ محمد. الخطوه استاذ نجم، الخطوه تقاس بالقدم. فاحنا ما نريد هالموضوع هذا. ارجوك ورجاء حاولوا تغيرون العنوان الان، ما نقبل. يعني صراحه من يعني استفزني جدا العنوان. المهم كمل خلي نتذاكر، وبالأثناء الحديث سنتذاكر وسأعطيك وضيوفي مثلا عن الخطوة. كمل أستاذ علي. المهم القصد من عتل. المهم أنا أعطيت هسه أنا هذا الموضوع قد يكون زاد حفيظتي، لكن أنا راح أتماشى في هذه الحلقة. سيدي الكريم، بالعكس اليوم محمد شاع السوداني انتخابه وتكليفه من قبل السيد رئيس الجمهورية، وانتخابهم في وقت واحد كان حلحل الأمور بعد أن كانت هناك انغلاق سياسي تام. الآن نرى هناك توافق، إن كان دولي وإن كان إقليمي وإن كان حتى عراقي، هناك مباركة من كل الكتل السياسية، وهناك مباركة من كل الدول العالمية تقريبا، وحتى الدول الإقليمية المحاذية والمجاورة للعراق بدأت تهني الأستاذ السوداني مع السيد رئيس الجمهورية. فلذلك السيد السوداني حريص على أن يتناغم مع أبناء الشعب العراقي بصورة عامة وليس بصورة خاصة. اليوم السوداني من جاء عن 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 جدال كبير ومخاض عسير أنتجت السوداني، ونحن على يقين بأن الأستاذ السوداني قادر على أن يخرج جميع العراق والعراقيين من هذه الأزمة التي أصبح لها أكثر من سنتين من المرارة، سنتين من الفساد، سنتين من المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية. نحن على يقين محمد شاع السوداني على يستطيع أن يخرج من هذه الأزمات جميعا.